المعمل اللي كان موجود متاع التكسيل في أزمة، والناس معناتها تلقى العائلة فيها المرأة تخدم في المعمل والرجل يخدم في الحر وزوج معناتها في ظروف. لا حبيت نقول لك اليوم جاء الوقت باش المشاكل هذه، حبيت نقول لك اليوم جاء الوقت باش المشاكل هذه ننكبوا عليها، والحكومة لازمها من غير اليوم قبل الغدوة هذايا متفقين فيه، قبل الغدوة تقوم بالشيء هذا، ولازم الأمور توا على المسؤولية على الحزب اللي فاز وعلى الأحزاب اللي هي موجودة معاه باش نفهموا في الشفافية وفي الوضوح. ترى النتائج هذه سي المنذر وين تموقع روحك؟ تشوف حظوظك ما زالت موجودة أنت والمدرسة السياسية اللي تمثلها في الانتخابات الرئاسية؟ أنا جاوبتك على الجزء الأول، حكيت لي على المناخ نتاع الانتخابات وجاوبتك على هذا، وقلت لك اليوم لازم تتحدى الأمور بوضوح شفافية مش تحت الطاولة، شكون باش يحكم مع شكون، مع المعلوم كل شيء وارد معناتها وما فماش عيب في هذا.